السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة إن شاء الله أنا هعمل معاكم كيكة عادية، رب تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. أول حاجة معانا 2 بيضة ومعاهم رشة فانيليا وكوباية سكر وكوباية زيت، كوباية لبن وبيكنج باودر واللبن. اول حاجة هنعملها هنحط الزيت في الخلاط مع السكر وهنضربهم وهرجع لكم تاني. وبعد ما ضربنا السكر والزيت كويس نحط البيض، 2 بيضة مع رشة الفانيليا. كل لما نحط مكون نضربه الاول، يعني ما نحطش كل المكونات ونضربها مع بعض. حطينا البيض وضربناه وبعد كده نحط اللبن ونضربه مع بعض. وبعد ما حطينا ضربنا الخليط كويس نحط البيكنج باودر على الدقيق والخليط. بسم الله ونضرب كويس. اهم حاجة نضربها كويس، نخلي الخليط كله متماسك ومعادش يبقى فيه دقيق كده. هنكون لسه محتاجين شوية اللي فاضل. بسم الله عارفين لو انتوا عندكم بشر برتقال حطوه معاه، بشر البرتقال احلى من الفانيليا كمان. نضرب بس كويس، لو عندكم مضرب كهربا يا ريت. ما يبقى ما عادش فيها اي تكتلات اهو. نحطها في الصينية، دي الصينية جرانيت مش هتلزق ان شاء الله، فمش هحط فيها اي مادة دهنية. ماشي، ونحطها في الفرن حوالي نص ساعة وبعد كده نشوف. ما تفتحوش الباب الفرن عليها خالص. وعلشان نعرف الكيكة استوت ولا لا، خلي اسنانه في النص نضيفها اهي، يبقى كده استوت. عشان تفضل عالية معانا وهشة نقفل الفرن وندخلها تاني حوالي 10 دقايق والفرن مطفي علشان الكيكه تفضل عاليه. والنهارده ان شاء الله هعمل معاكم صوص الكراميل مع الكيكه. هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هحط السكر في طاسه، لما يكرمل معانا هحط عليه 2 معلقة نشا وكوبايه لبن، والسكر على النار، على نار هاديه جدا جدا جدا، مش قوي يعني، لا على نار هاديه. وهنحط الوقت 2 معلقة النشا على كوباية اللبن وهنقلبها حلو. ولما السكر يكرمل هحط معانا اللبن بالنشا عليه
وبعد ما تكرمل معانا هحط كوباية اللبن. بسم الله، انا حطيت دلوقتي معلقة زبدة، ونقلب ما تخافوش كل ده هيتفك معانا. ممكن على فكرة ان اختي حطته في الخلاط، هحطه في الخلاط وهرجع لكم. وده يكون شكلها النهائي، يا رب تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.